حرب المسيرات العالمية على الأراضي الأوكرانية بدأت نتائجها تتجلى. المسيرات الأمريكية فشلت أمام التكنولوجيا الروسية مقابل تفوق المسيرات الإيرانية. وأين تقف الصين بين روسيا وأوكرانيا بعد لجوء كييف لمسيرات بكين؟ المسيرات الأمريكية فشلت في أداء مهامها في أوكرانيا. هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال حول أدائها القتالي. ووفقا للصحيفة، اكتشف الأوكرانيون أن تلك الطائرات هشة وغير قادرة على التغلب على التشويش الروسي وتكنولوجيا التعتيم لنظام تحديد المواقع العالمي، وفي بعض الأحيان لم تتمكن من الإقلاع حتى ولا إكمال المهام، وغالبا ما تفشل في الطيران لمسافات بعيدة أو أن تحمل حمولات كبيرة، كما أنها مسيرات باهظة الثمن ومعقدة ويصعب إصلاحها. طبعا هي أخبار سيئة بالنسبة للبنتاغون الذي يحتاج إلى إمدادات ضخمة من آلاف الطائرات الصغيرة بدون طيار. فالقوات الأوكرانية تحرق شهريا نحو 10,000 طائرة من دون طيار، وهو ما لا تستطيع واشنطن أن تتحمله من حيث الإنتاج والتكلفة. فكيف تحاول تعويض نقص الإمدادات وخصوصا ذخيرة المدفعية عبر استخدام المسيرات الانتحارية على الخطوط الأمامية لمحاولة صد القوات الروسية؟ وواشنطن تحاول بشتى الوسائل تعويض النقص حتى لو كان المصدر إيران، فأرسلت إلى أوكرانيا آلاف الأسلحة الخفيفة وأكثر من 500,000 طلقة ذخيرة صادرتها أكثر من عام حين كانت إيران تنقل هذه الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. ولما لا؟ إذ يبدو أن الصناعات العسكرية الإيرانية في ذروة الازدهار بعدما قلبت المسيرات الإيرانية المشهد بأوكرانيا ووفرت على موسكو آلاف الصواريخ المكلفة. واليوم روسيا أطلقت سرب من هذه الطائرات باتجاه جنوب أوكرانيا 17 طائرة هجومية وعدة صواريخ، جرى تدمير منها صاروخين فقط، وذلك باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود. وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني أنه جرى إسقاط 12 مسيرة فوق ميكولاييف واثنتين فوق أوديسا. وهذه الهجمات تستنزف الدفاعات الجوية الأوكرانية وتضرب عمق البنية التحتية للطاقة وتؤدي لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة منها ميكولاييف اليوم لساعات عدة. وعن صناعة المسيرات الإيرانية، كانت شبكة بلومبرغ قد قالت أن هذه المسيرات ذات التكلفة المنخفضة تحولت خلال نحو عقد من الزمن إلى سلاح قاتل يستخدم في دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وبحسب وثائق مسربة، لفتت بلومبرغ إلى أن موسكو دفعت لطهران نحو 1,100,000,000 دولار لتصنيع 6,000 مسيرة من طراز شاهد 136 بحلول العام المقبل. وتعتمد إيران بصناعة المسيرات على تقنيات تجلب من الصين ودول أسيوية، وتستخدم أيضا تقنيات أمريكية وأوروبية. ونقلت بلومبرغ عن مختصين في المجال العسكري قولهم إن الغرب قد يستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات لتطوير وسائل عسكرية فعالة لمواجهة المسيرات الإيرانية التي بدأت تنتشر في العالم. وأمام تفوق الدرونز الإيرانية، لجأت كييف إلى شراء عشرات الآلاف من المسيرات الصينية الصغيرة والتي تعد أقل تكلفة بكثير عن نظيرتها الأمريكية. كما طورت أوكرانيا صناعة محلية للمسيرات بتعتمد على مكونات صينية لكي تنتج مئات آلاف المسيرات الصغيرة والرخيصة التي يمكنها حمل المتفجرات. كما أنها تنتج طائرات من دون طيار أكبر بإمكانها ضرب عمق أراضي روسيا والوصول إلى السفن الروسية في البحر الأسود. وبدل أن تشكر واشنطن الصين على السماح للمسيرات بالوصول إلى أوكرانيا المأزومة، هددتها وحذرتها بتحميلها المسؤولية في حال حققت روسيا مكاسب في أوكرانيا بعد أن جددت بكين تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل قال إنه تم إبلاغ الصين بهذه المخاوف وحذر من انعكاساتها على العلاقات بين بكين وواشنطن. من جهتها أكدت الصين رفضها كل الانتقادات أو أي ضغط بشأن علاقتها بروسيا، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ إنه يحق للصين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي. دعونا نستشير ضيفنا في شرم الشيخ الأستاذ الزائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل اللواء الدكتور سيد غنيم بهذه التطورات. دكتور أهلا بك معنا في التاسعة دائما. يعني اليوم بات واضحا بأن أوكرانيا تحولت لمسرح تجارب لكل المسيرات، فعليا حرب مسيرات عالمية بدأت من الدرونز التركية بيرقدار في بداية الحرب لتنتهي بالمسيرات الإيرانية
والأمريكية اللي يبدو بأنه أثبتت فشلها، وحتى الأوكرانية التي يتم تصنيعها حديثا؟ أهلا وسهلا فندم. أولا نلاحظ هنا أولا في حاجتين. الحاجة الأولى أن حضرتك في التقرير المحترم الذي ذكر عن وول ستريت جورنال أنه ذكر أمرين. الأمر الأول استخدام الدرونز اللي هي بواسطة القوات الأوكرانية سواء الأمريكية أو الصينية كما ذكر في التقرير. الأمر الثاني الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تستهلك بدرجة كبيرة. نتكلم بقى في النقطة الثانية اللي هو ما جاء بالتقرير. قبل ما أقول لحضرتك رأيي خلينا نقول الآتي. لاحظتي حاجة حضرتك؟ إن لم تذكر سيرة المسيرات الأوكرانية. يبدو أنه فقدنا أو في مشكلة بالاتصال مع دكتور سيد غنيم. طبعا سنحاول أن نعيد الاتصال بضيفنا. هل تسمعني دكتور؟ أسمعك فندم. إيه تفضل، اعذرني يعني لو تتفضل بإكمال الفكرة. تفضل. الفكرة اللي أنا بحاول أوصل لها، أو لم يذكر في التقرير أي سيرة عن المسيرات الأوكرانية. حضرتك فقط ذكرتيها بمبادرة منك في نهاية كلامك قبل توجيه السؤال ليا. بمعنى أوكرانيا منذ عامين، منذ بداية الحرب وأكثر، وحتى الآن أكثر استخدامها هي المسيرات الأوكرانية وليس المسيرات الأمريكية. دي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أن المسيرات الأوكرانية عندهم حوالي 7 أو 8 أنواع من ناحية الحجم. عنده النانو وعنده المايكرو وعنده السمول والميديوم وعنده اللي هو البيج أو الأكثر حجما وعنده الكبير للغاية، ويستطيع أن يحمل. ده تصنيع أوكرانيا، ده غير البرقدار اللي هو واخده من تركيا، غير السويتش بليد اللي واخده من أمريكا. التقرير غريب بالنسبة لي، يعني يحمل غرابة الأمرين، وكأن التقرير مكتوب بواسطة يعني حد لا يفقه في العلم العسكري شيئا. لماذا؟ لأنه لا يفهم استخدام المسيرات في الأساس. المسيرات تعتمد على أمرين، الأمر الأول كفاءة المسيرة، الأمر الثاني على الحرب الإلكترونية التي تعيق العدو أو تساعد المسيرات للقوات التي تستخدمها. لم يذكر ذلك في التقرير. هلا هو دكتور أنا صراحة طلعت على التقرير، التقرير يتحدث عن شركة محددة في سيليكون فالي تنتج الطائرات التي لربما حجمها صغير. وتحدث هو عن مشكلة تسبب بها البنتاغون من خلال سياسته مع الصين بحظر لربما وصول معدات رخيصة الثمن، وكان في مشكلة أيضا تتعلق بالجامينج أو تشويش روسيا أو التكنولوجيا الروسية على هذه الدرونز اللي أفشلت لربما أو أحبطت عملها. ما هو ده النقطة اللي بتكلم، يعني دي نقطة، يعني أنا بقول لحضرتك اللي أنا قصدي عليه ما ذكروش أسلوب استخدام حتى الوسائل الإلكترونية، ده اللي قصدي عليه. واتكلم عن جامينج على أساس هو الهدف من التقرير، هدف يعني اللي ما زال بيخص الناحية المعنوية مش بيخص الحقيقة. الحقيقة غير كده تماما، يعني ممكن يكون مسيس لحتى يبرر للجانب الأوكراني أنه نحن مش قادرين نمتكن بمسيرات اتكلوا على أنفسكم. لا 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 يا فندم، عفوا، التقرير ده لصالح أوكرانيا، لصالح أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية جاية، وول ستريت جورنال ليها تبعية معينة بتهاجم بايدن ما إلى ذلك، ده موضوع تاني. لكن في نقطة مهمة زي ما قلت لحضرتك في النقطة الأولى اللي هي يعني أنا هدي حضرتك مثال. عارف حضرتك المسيرات الأوكرانية كيف يتم استخدامها؟ تستخدم بأسلوب بصراحة جديد علينا. يعني إيه؟ بيلاقي مثلا فصيلة دبابات أو عربات مدرعة، فصيلة مشاة يعني، أو بي إم بي حتى المجنزرة من المشاة اللي هي عليها مدفع دبابة، متقدمة الفصيلة دي أو فصلتين مثلا من 3 لـ5 دبابة، يبتدي يطلع الدرونز بتاعته في خلال مناخ إلكتروني معين، ثم يبتدي يضرب المناطق الوقود والمحركات للدبابات، تقف الدبابة يخرج منها المقاتلين الروس، يقوم يضرب القنابل العنقودية عادي بقى بالمدفعية اللي بتبتدي تتفرق، هي كلاسترز تنتشر وتنفجر تحدث إصابات معينة. خلاص كده تأكد إن مفيش عودة للدبابات، ثم تطلع درونز مرة أخرى علشان تنشن من فوق أبراج الدبابة اللي هم 5 أو 6 دول أو أكثر أو أقل، علشان تنزل لإما قنابل يدوية أو مقصفات موجهة مضادة للدبابات اللي تستكمل تدمير الدبابات تماما. هذا بأفضل السيناريوهات دكتور، يعني لأنه بأفضل السيناريوهات. لا لا عفوا يا فندم، لا أفضل عفوا مع كامل، ده اللي بيتم حتى الفيديوهات كلها يعني ده اللي بيتم في النمط. ما أنا قلت في مناخ إلكتروني معين. النقطة الثانية بقى، في حاجة دايما ليه بقول لك ما تعرضش لنقط فنية؟
عادة كل جانب بيصعد، يعني الجانب الروسي سواء بوسائله أو بوسائل إيرانية أو أخرى، كوريا الشمالية، بس كوريا الشمالية ما بتديش درونز، سواء بتدي درونز عفوا ولكن كفائتها أقل من إيران. المهم يبتدي هذا الجانب يصعد وهذا الجانب يصعد، الجانبين يصعدوا أمام بعض. طيب نيجي بقى للنقطة، يعني أنا النقطة الأولى اللي بركز عليها عدم الدقة العلمية في التقدير. النقطة الثانية الغريبة اللي فيها تناقض، هل يعقل، أنا بصراحة ما أعرفش، أنا ما أقدرش أكذب أي حد، لكن الصين اللي التي لا تعطي روسيا أسلحة هل ستعطي أوكرانيا؟ أنا مستغرب. بس مين قال أن الصين لا تعطي روسيا أسلحة؟ لأنه في تقارير تتحدث أنه تعطيها معدات لتصنيع الأسلحة، يعني ما بتمدها بالسلاح بس المسيرات مش قتالية، مسيرات عادية يلي بتشتريها من علي إكسبرس، يعني ممكن أنك تطورها. هنا دي النقطة فندم، هي دي النقطة عفوا يا فندم، أن المسيرات الصينية التي تم شرائها في بداية قبل الحرب وليس مؤخرا، أنا لم أقرأ عن شراء أي، يعني أنا مثلا ما هو ده هنا في تناقض في التقرير، يعني إزاي أمريكا تلوم على الصين إنها باعت وفي نفس الوقت دي مسيرات تجارية ويتم شرائها من أي مكان وأنا كصين ملياش دعوة؟ ده اللي بقول لحضرتك، يعني اللي بيقرأ التقرير لازم يستغرب. مشكلتنا إن إحنا مركزين على النواحي المعنوية، بتفلت مننا حاجات فنية مهمة جدا. يعني بالمنطق زي ما بقول لحضرتك، منين أنا بحاسب الصين ومنين كلام حضرتك اللي منطقي إنها لو بتشترى، لو هي محتاجة، طب أنا عندي كأوكرانيا، ما أنا عندي مسيرات كتير جدا واستخدمها بكثافة عالية وبكفاءة عالية، لسبب لأنها في انتجريشن، يعني هي مندمجة مع طبيعة الأسلحة والوسائل الإلكترونية الأوكرانية. طيب. أنا أخذ ليه حاجة ممكن أنا، يعني هتبقى يعني الصين هيبقى أغلى من الأوكراني اللي بيصنع محلي، هو ده وانا عندي تصنيع ممكن استمر واشتغل 24/7 وصلنا حجم كبير. دي يمكن النقطتين انا عايز اقول لحضرتك عليهم. نعم. يهمني في النهايه اوصل لنقطه، هذه التقارير مسيسه بدرجه عاليه وتاتي لصالح اوكرانيا. لماذا؟ لان كده اوكرانيا دائم اسلوب زيلينسكي واسلوب الاوكرانيين معروف ومحدد، وهو نحن لا نملك، نحن نموت، العالم ينسانا، أدروا علينا بالمساعدات بهذا الأسلوب. لا بس يعني وصلت معه يطلب قروض لأنه ما بقى في يعني أموال زي الأول. طب خليني بس أستفيد معك لأنه ما بقى معي كتير وقت، دقيقتين، عن سر تفوق المسيرات الإيرانية. يعني احنا بنعرف أنه اليوم إيران كانت متوقعة بالعقوبات، عم نشوف مسيرة شاهد يعني نجحت إلى حد كبير لربما باستنزاف الدفاعات الأوكرانية، حتى في بعض الدول عم تحاول تصنيع نفس المسيرة بمعدات أمريكية، يعني هذا ما أشار إليه تقرير بلومبرج. برضو فندم، ما هو هنا هي برضو نفس النقطة، المسيرات الإيرانية في الأصل بتبقى زي اللي هو بيسموها تكنولوجيا عكسية من دول أخرى، فأنا بستغرب، يعني أنا بس إيران في معظم اختراعاتها أو ابتكاراتها أو تصنيعها مبني على التكنولوجيا أو الهندسة العكسية من دول أخرى. يعني معقولة الدول اللي اتسرق منها تكنولوجيا واتخذت لإيران هي اللي عايزة تاخد المسيرات الإيرانية؟ بستغرب لتقارير زي كده. تاني شيء، لم تحقق المسيرات الإيرانية النجاحات التي تقال في وسائل الإعلام. كيف؟ الدليل على كلامي كان يبقى خسائر عالية للغاية الوسائل الدفاع. النقطة الصحيحة بقى إيه؟ مش إنها حققت خسائر، إنها استهلكت دفاع جوي كتير، هي دي النقطة الصحيحة، لكن لم تحقق الخسائر المرجوة. الدليل أن ما زالت الكفاءة القتالية بالقوات، برغم هنا بقى بص النقطة اللي جاية، برغم دي بقى إيه؟ يعني أنا بقول لحضرتك بيناقض بعضه، والأوكرانيين أذكياء في ذلك، المفروض الواحد ياخد باله، اللي هي إزاي أنت مستمر بقدراتك وبقلة المساعدات وبتشتكي إن أنت من غير مساعدات بتضيع؟ ده أنت مستمر، ده أنت مستمر بقدراتك. يعني لم تحقق شاهد الإيرانية، يعني هنفترض شوفي حجم المساعدات اللي قل، كان زمان أوكرانيا دي دلوقتي انتهت، إن لم كانت بالفعل تعتمد على قدراتها القتالية بكفاءة عالية جدا، إلا أنها تدعي أنها تحتضر، وهذا غير حقيقي، هذا غير حقيقي، وهو ابتزاز بيستخدموه بشكل مستمر، وأنا قلته أكثر من مرة وبقوله للأوكرانيين أنفسهم إذا تم اللقاء مع أحدهم، وده كلامي واضح. هو لكن هي الفكرة واضحة، إن لا، الشاهد لم تحقق الخسائر التي يدعى عليها بهذا الشكل، وزي ما قلت حضرتك دي اصلا هندسه مسروقه، فانا ازاي مسروقه مني وانا اقول عايز اشتريها ليا؟ طب انا اشتريها من الاصل في الاساس. ايران يا فندم يهمها في الفتره الجايه
انها تكون محور وتحقق مبيعات بقدر كبير جدا بتلك النوع من المسموعات. شكرا جزيلا لضيفنا من شرم الشيخ الأستاذ الزائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل اللواء الدكتور سيد غنيم على حضوره معنا في التاسعة. شكرا دكتور.